شعوري بالإصابة كان متوقع لأني بشتغل بالقطاع الصحي، وشعور غير متوقع للإنسان دائما بيتخيل نفسه بمأمن عن كل شيء. 51 يوم عزل كانت كفيلة بتغيير نظرتي تجاه أصغر النعم إلى أكبرها وهي الصحة. تقوية المناعة صارت ضرورية جدا في حياتنا اليومية خصوصا بهذا الوقت. الله يحفظكم من كل شر. فقدت القرب من عيالي بشكل كبير، كنا متعودين نجلس مع بعض على سفرة واحدة نضحك ونسولف. خلال فترة التعافي من الفيروس شاركنا أنا وبنتي المصابة في بعض المسابقات الرياضية الافتراضية، حصلنا على الميداليات مشاركة من جهات المنظمة. الدعم كان غير محدود من الدولة، من اتصالات يومية من الجهات المعنية لإطمئنان على حالتنا في كل يوم، والحمد لله. في البداية كنت مصدومة وخايفة حالي حال أي حد عرف أنه مصاب. قلت الحمد لله على كل حال، فقدت بيتنا، فقدت أهلي وربيعاتي، فقدت طلعاتي، كل شيء في الحياة فقدته. حسيت بقيمة الأهل والصحة. وأول ما عرفت أني تعافيت من الفيروس قعدت أصيح وأحمد ربي وأشكره. الصراحة فرحة ما تنوصف. أول ما عرفت أني مصاب خفت على أهلي أكثر شيء. وقتها صديقي المواطن الله يعطيه العافية خلاني أعزل نفسي في بيته الثاني، وبشكل يومي كانت توصلني 3 وجبات مع الإمدادات الصحية. الواحد يحمد ربه على وجود نعمة اسمها الإمارات.